نشكر القنصلية الجزائرية على المبادرة اللي دارتها لأطفالنا. تلاقوا الأطفال الجزائريين في بعضهم يلعبوا، أراكو تعرفوا الأطفال تاعنا هنايا ما يتلاقاوش بزاف، دايما من خلطين مع جنسيات واحدة أخرى، بصح مليح كي يتلاقاو مع بعضهم هكذا وتبادلوا حبهم لبلادهم، رسموا العلامات، قصروا مع بعضهم، كان جو بزاف هايل. حسينا روحنا كشغل رانا في دارنا، في الدار الكبيرة. ربي يحفظ لنا القنصلية ديالنا ويحفظ لنا بلادنا، يحفظ لنا السفارة ديالنا هنا في الإمارات. كان جو بزاف هايل، وزادوا تقابلوا مع سعادة القنصل اللي استقبل الأطفال ووروا لهم كيفاش يكونوا معاملة التأشيرة، معاملة الباسبور والأمور هذه، علموهم، عطاو لهم ثقافة عامة فيما يخص يعني كل الأشياء اللي قدموها داخل القنصلية. هذه هي، كان جو بزاف رائع، وتلاقينا احنا يا